هاي هاي يا حلوين، النهاردة هنعمل ترند الفلافل اللي اشتهر اول يومين دول. يعني نفسك تاكلي فلافل ومش عايزة تحمريها او تقليها او تشرب زيت كتير، عايزاها تبقى هيلسي، يبقى يلا بينا نعمل الترند ده. ترند سهل وبسيط، مجرد فلافل هنحطها على العيش السوري، هتطلع احلى ساندوتش فلافل ممكن تعمليه في البيت. يلا بينا نبتدي. ترند الفلافل بيتعمل مع العيش اللبناني، لكن لو مش موجود عندك العيش ده ممكن تستخدمي عيش التورتيه العادي خالص، وهنستخدم كمان عجينة الطعمية الجاهزة اللي بنجيبها من المطعم أو بنجيبها من السوبر ماركت. هنروح جايبين العجينة بتاعتنا ونوزعها حلو قوي على العيش ونضغط عليها كده علشان ما تفكش مننا واحنا بنحمرها. نجيب الطاسة بتاعتنا ونحطها على البوتاجاز ونروح حاطين فيها معلقة زيت، مش أكتر من كده، احنا عاوزينه يبقى هيلسي وما يشربش زيت كتير، فهنحط معلقة زيت واحدة بس. بعد كده هنروح حاطين العيش بتاعنا من الناحية اللي فيها الفلافل لحد ما تحمر، نروح قلبين العيش من الناحية التانية علشان يحمر برضو العيش بتاعنا ويبقى شوية كريسبي. مجرد دقيقة واحدة مش أكتر من كده السندوتش بتاعنا هيكون جاهز، وهو ده كان شكله. نحمر الكمية كلها، وزي ما انتم شايفين كده السندوتش بتاعنا حلو جدا وشكله حلو وريحة الطعمية لا يعلى عليه. مجرد حطينا نقطة زيت مش اكتر من كده بقى عندنا احلى سندوتش طعمية ممكن ناكله. نحط بقى سلطة اللي نفسنا فيها، عايزة تحطي سلطة طماطم، خس، خيار، بصل، فلفل، اللي نفسك فيه. واكيد لازم نحط الطحينة، الطحينة اساسي في سندوتش الطعمية بتاعنا. نلف السندوتش وهو ده كان شكله. يعني نفسك تاكلي فلافل هيلسي من غير زيت من غير تحمير؟ اعملي ترند الفلافل. طريقة سهلة وبسيطة جدا، مجرد جبنا عيش السوري حطينا فيه عجينة الطعمية، حطيناه وحمرناه في نقطة زيت بس مش اكتر من كده، حطينا بعد كده كل سلطة اللي نفسنا فيها وحطينا الطحينة، وكلنا احلى ساندوتش فلافل ممكن تعمليه في البيت. طريقة سهلة وبسيطة وهيلسي، جربيه وقوليلي ايه رأيك، واشوفك مرة تانية مع حاجة جديدة، ويلا باي.